اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، جوله صحفيه وقراءه تحليليه لابرز عناوين ومنشطات صحف القاهره الصادره اليوم. ويسعدنا ان يشاركنا بالراي والتحليل في هذه الجوله الصحفيه الاستاذ محمد المصري الكاتب الصحفي بجريده الاهرام. اهلا بيك يا استاذ محمد. صباح الخير استاذ ارمين ليكي وللساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. نبتدي معاك استاذ محمد ومع الساده المشاهدين من الاهرام ومن العنوان الرئيسي والصفحه الرئيسيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء طبعا زيارته للولايات المتحده مراعي التوازن بين الاصلاح والتصدي للارهاب، لابد من قيام امريكا بدور فاعل في التوصل الى تسويات سياسيه لازمات المنطقه. طبعا ده جه استاذ محمد خلال لقاء الرئيس بمقر اقامته بواشنطن مع مجموعه من الشخصيات المؤثره في المجتمع الامريكي، ودار هذا الحوار ومن بينها العناوين دي. بشكل مجمل كده في البدايه، تابعت ازاي زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحده ومدى اختلافها عن اي زياره سابقه لرئيس مصر لامريكا؟ مشكورك استاذ نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الزياره المتابع ليها هيرصد مجموعه من النقاط المهمه جدا. وفرصة أننا نتحدث إلى الرأي العام المصري لكي ينتبه معنا إلى أهمية هذه الزيارة وإلى المطلوب من كل مواطن مصري عشان نترجمها لحاجات ناجحة. نمرة واحد، لفت نظري الإعداد الجيد جدا لهذه الزيارة من جانب السفارة المصرية في واشنطن، استحق التحية الحقيقة. نمرة اتنين، الشمولية اللي تميزت بيها هذه الزيارة، انه تقريبا ما فيش حاجة ما عملهاش الرئيس السيسي في الولايات المتحدة الامريكية. لفت نظري كمان ان المهارة والذكاء الشخصي للرئيس السيسي في الرحلة دي لدرجة انه يعني اصبح هناك الان تعاون مخابراتي، تعاون معلوماتي ما بين جمهورية مصر العربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. لفت نظري كمان إنه الإعداد المسبق الجيد من جانب الفريق الرئاسي هنا في مصر له أيضا التقدير والتحية. كويس. بس اللي يلفت النظر أكتر بقى إنه إحنا دايما نسأل، يعني إحنا شايفين أمريكا إزاي؟ دايما نسأل احنا شايفين امريكا ازاي. المرة دي بقى في حاجة مهمة، الرئيس كويس قوي انه انتبه ليها، كويس قوي انه تصدى ليها، كويس قوي انه واجهها. كيف ينظر الامريكيون الينا؟ الامريكيين شايفين ازاي؟ السؤال ده كان سؤال مهم جدا في هذه الفترة تحديدا، يعني او في هذه المرحلة. عشان كده جاء اللقاء الموسع والمفتوح بين سيادة الرئيس وبين شخصيات مهمة جدا في المجتمع الامريكي، متنوعة بتمثل هيئات، مؤسسات، اتجاهات، مراكز التأثير في الولايات المتحدة الامريكية. هذا اللقاء المفتوح ركز فيه سيادة الرئيس بحرص بوعي على موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاولاني ظاهرة الارهاب في اقليم الشرق الاوسط، علاقته بضعف مؤسسات الدولة الوطنية، والموضوع الثاني الموضوع الاقتصادي. الموضوع الاقتصادي له يعني محاور كتيرة. الرئيس اختار انه يتكلم على المحور الاصلاحي. طيب ليه؟ لان احنا عايزين المستثمرين الامريكان، السياح الامريكان، الفلوس الامريكية على الوضع الاقتصادي في مصر. طيب، فعايزين يعني نوضح اننا يعني ناخذ بالمفاهيم الراسماليه في اطارها الصحيح، في يعني مفاهيمها الصحيحه. انا بس هنا يعني اسمحي لي بوقفه صغيره، انه يا ريت يا ريت ان احنا الفريق الرئاسي المساعد، المحللين، الكتاب، المفكرين، يعني لازم كلنا نتعاون. يعني كيف نفهم الفكر الراسمالي؟ طيب هل المفهوم الذي طبقناه عبر 30 مثلا او 40 سنه اللي فاتوا كان هو افضل مفهوم للفكر الراسمالي؟ طيب اذا كانت الراسماليه قدر، النهارده في الكره الارضيه هتروحي بالكين هتلاقي راسمالي، موسكو راسمالي، العالم كله راسمالي. لا يمكننا ان احنا نكون راسماليين. كويس، بس هنلاقي في اجتهادات في الفهم. اكيد
هنلاقي فهم في التطبيق حسب خصوصيه كل مجتمع يعني وكل فهم جميع. الصين للرأسماليه يختلف عن فهم اليابان للرأسماليه في اجتهادات. طيب نريد نحن ايضا ان نجتهد في فهم الرأسماليه في الحاله المصريه. صحيح. ازاي؟ طيب هل تسمح او هل يسمح هذا الفهم باننا نحمل يعني نصحي يعني نعيد بعث مدارس اخرى زي مثلا مدرسه الفكر التعاوني ما بتتعرضش ابدا مع النظام الرأسمالي؟ طبعا الرأسماليه ده موضوع كبير ومحتاج لمناقشات زي ما حضرتك قلت علشان نفهم التطبيق الصح للحاله المصريه. لكن استاذنك اقصد ان سياده الرئيس اذا كان يعني قرأ هذا الملف بعناية بدقة وإذا كان الفريق المساعد سواء فيما يتعلق يعني رئاستنا الدبلوماسية في واشنطن أو في الفريق المساعد هنا في مصر إذا كان الناس دي كلها يعني عمل المجهود الكبير قوي ده طب إحنا بقى هنا يعني لما الرئيس يرجع للسلامة النهاردة ولا بكرة طيب كيف نترجم بقى هذه النجاحات التي حدثت إلى خطط عمل هنا وكيف نصل بهذه خطط العمل إلى صناعة رأي عام مصري قادر على استيعاب هذا الذي حدث بالتأكيد وده الأساس إنه يكون في فعلا تأثير عملي وواقعي نقدر نشوفه لهذه الزيارة مربوطة بالناس يا أستاذ نرمين ويبقى الناس مربوطين بالقيادة أكيد. طيب اسمح لنا أستاذ محمد ننتقل لموضوع آخر وخبر آخر من جريدة الأخبار صفحتها الأولى الدفعة الثالثة من الرافال تحلق في سماء القاهرة حلقت طبعا الطائرات الثلاث بعد إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية بقيادة الطيارين المصريين وده بيعكس بالتأكيد قدرة وكفاءة الأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات في توقيت قياسي. كيف نظرت إلى هذه الصفقة أو تسليم الدفعة الثالثة تحديدا من طائرات الرافال الفرنسية لمصر؟ طبعا الحقيقة عندنا بطولتين كبار جدا قوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية يعني اعتقد التاريخ هيقف كتير عند المؤسستين العظيمتين دول علشان يعني يبرز دور الجيش المصري ربنا يحمي ولادنا وما وعشان كمان الشرطه المصريه الحقيقه للحفاظ على الامن في مصر في دوله عدد سكانها 100 مليون يعني في هذا الاقليم بكل تناقضاته وكل صعوبته وهذه الظروف كمان يعني ربنا يحميهم يا رب القوات المسلحه الشق الجوي اللي فيها تالق الحقيقه في اللقطه اللي حضرتك وقفت عندها لقطه استلام الطائرات الرافال من احدى القواعد الجويه في فرنسا وانهم يحلقوا بها بشكل فردي طبعا من الشيوش ثلاثه مع بعض بشغل عسكري بقى ويوصلوا لغايه سماء القاهره في توقيت معين ويحلقوا فوق سماء القاهره اللي هو طبعا ده نوع من التالق يعني القوات المساعده القوات الجويه المصريه ليه الطياره الرافال؟ لان الطياره الرافال طبعا ما بنروح نشتري حاجه اكيد يعني عندنا خبراء يعني عظماء جدا بيقارنوا بين مختلف الطيارات مثلا وشافوا ان الطياره الرافال لا قدراتها القتاليه قوه نيرانها قدرتها على التعامل مع الهدف يعني قدراتها يعني كطائره عسكريه مقاتله هي الافضل بالنسبه للقوات المسلحه المصريه عايزين نهم القوات المسلحه بوصول الدفعه الثانيه من طائرات الرافال عايزين نبقى فخورين بولادنا الطيارين ربنا يحميهم اللي تألقوا في الطيران من فرنسا للقاهره واستعرضوا طياراتهم بمهاره شديده فوق سماء القاهره عايزين ندعمهم عايزين نقول ربنا يحميهم يا رب ويصبر بيهم مصر ان شاء الله. طب لجريده الوطن ننتقل مشاهدينا ونقرا منها انطلاق البروفه النهائيه لبوكله الثانويه العامه حجازي عدم تصنيف الاسئله مقصود منعا للغش والطلاب الاسئله ممتازه ولا بد من مراعاه مده الامتحان. تقييمك لهذه التجربه تجربه البوكله من اول هنا هتكلم يعني انا شايفها كده والملاحظ الحقيقه برضه من الحكومه تستحق التحيه الحقيقه لان حضرتك تاملت صحف اليوم هتلاقي كل الوزارات شغاله يا استاذ نرمين يعني الانتاج الحربي شغال لا تحيه التربيه والتعليم شغال لا تحيه الصحه شغال التمويل شغال الزراعه شغال الكهرباء شغال ما فيش وزاره ما فيهاش خبر النهارده في الجرايد طب كويس احنا عايزين كله يشتغل ويكون في اخبار ايجابيه كل شجعهم لكن كمان يعني ادعو للعمل طبعا يعني حاجه كويسه لا نسقف لهم احنا عارفين ان في مشكله اقتصاديه وده موضوع يعني ربنا ياخد بالنا فيه بس الناس بتشتغل والناس عامله مجهود لا نشجعهم ونحييهم ونساعدهم يعني السؤال بتاع حضرتك بتاع التربيه والتعليم هو يعني اي واحد صاحب فكر هيبقى له رؤيته ونظريته المتكامله انا هبعد الكلام ده دلوقتي وهتكلم في اللي هم عملوه الساده وكلاء الوزارات امبارح والمشرفين على الامتحانات في عدد كبير من المحافظات هم
هم لموا ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة في ورقة واحدة وعملوا امتحان استرشادي تجريبي يعني في عدد من المحافظات، ويعني طبقا للجرائد الناس مبسوطة والتجربة ناجحة، وإذا كان لهم ملاحظات فبتوع الوزارة سجلوها علشان يشوفوا لها حلول. يعني مرحلة ماشي، لكن الحديث في ملف التعليم بالنسبة لشخص مثلي هو يعني، وسامحيني في التعبير ويسامحوني حتى السادة المسؤولين في التربية والتعليم، هو أكبر وأعمق هو أرحب أفقا من هذا الأداء بكثير. التعليم ينبغي أن يكون له فلسفته الصانعة لكل الفلسفات في هذا الوطن، ينبغي أن يكون له ثورة كمان، التعليم ينبغي أن يكون صانعا للشخصية المصرية، مشروع قومي للنهوض بالتعليم وتطوير التعليم، ينبغي أن يكون صانعا للشخصية المصرية وصانعا لشخصية مصر وقادرا على قيادة المجتمع المصري في الاتجاه الذي يحقق الأمال والطموحات المصرية. في تقديري أن التعليم في مصر في حاجة إلى فكر خلاق، إلى فكر لم يألفه المصريون حتى هذه اللحظة. طب يعني ممكن تكون البداية منين يا أستاذ محمد للوصول إلى هذا الفكر الخلاق والتعليم المنشود اللي حضرتك بتطلبه؟ الذين تقدموا لا يملكون إلا شيئا واحدا، العقل أو الفكر. طبعا يعني عايزين تعليم بيركز على الفكر والعقل أكثر من أي شيء. الذي يصنع المعجزات ليس فريق عمل وليست لجنة، الذي يصنع المعجزات في التاريخ وفي المستقبل وسيظل وسيبقى هو شخص واحد الذي يمتلك الفكرة. الشخص الذي يمتلك الفكرة هو القاطرة التي تجر مجتمعا بأسره من خلفه. نحن في حاجة إلى الأشخاص الذين يمتلكون الأفكار أو الأشخاص القادرين على صناعة الأفكار. الأداء الحالي مع كل التقدير مع كل الاحترام يأتي في إطار المفاهيم الوظيفية وليس في إطار مفاهيم الفلاسفة أو العباقرة أو القادة القادرين على صناعة المجتمعات. أنا متأسف إن أقول ده، لكن عشان أنبه لأهمية وجود ده. تفضل. طيب ننتقل لجريدة أخرى، المصري اليوم، بنتابع منها مشاهدينا الكرام. الزراعة ضوابط جديدة لتسليم القمح وطوارئ بالمحافظات استعدادا للتوريد، 88 شونة و6 صوانع وخط ساخن لاستقبال الشكاوى. حضرتك بتضحك يا استاذ محمد، يعني كل الاخبار نتمنى ان هي تكون دايما مفرحه ولطيفه. انا راجل شغلتي الفكر، فساعات يبقى الفكر بيطغى على اي حاجه ثانيه، تلاقي فكر ثاني فلازم تبتسم شويه. عفوا. لا اتفضل. مره اخرى نحن امام الفكر الوظيفي النمطي المعمول به في جمهوريه مصر العربيه. ولما تسال الحكومه يقول لك يا استاذ انت راجل ايدك في الميه وانا ايدي في النار، انا يا دوب الاحي على ال 100 مليون عايزين ياكلوا عايزين نام، ما عنديش الرفاهيه بتاعتك كراجل كاتب ولا راجل بتفكر ولا بتاع. فهنا احنا قدام محصول القمح في ملاحظات من السنين اللي فاتت، انا عايز استلم محصول القمح بسعر يعني يكون مقنع للمنتج للفلاح. طيب عايز الكميات دي أأمنها بطريقة صحيحة، طب مش عايز أعرضها للمتاجرة والعبث والفساد، طب عايز أحافظ عليها من أي مخاطر تتعرض ليها. فتحية يعني لوزارة الزراعة ومع وزارة التموين الاثنين الحقيقة عاملين شغل كويس، إنهم حطوا مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الضوابط اللي يعني تؤمن عملية استلام محصول القمح من أول الاستلام من المنتج المزارع أو الفلاح لغاية وصوله إلى الصوامع والشغل والتخزين. الإجراءات دي بتشمل تفادي الملاحظات والأخطاء التي حدثت في السنوات السابقة، مثلا استخدام الشغل الخاصة، مثلا تضارب الأسعار، مثلا وقائع الفساد اللي ظهرت. الحقيقة تحط الضوابط وتحط الإجراءات لضمان منع الملاحظات التي حدثت في السنوات السابقة. لهم التحية على كل حال. بس تقييمك للضوابط ديت ايه؟ هل هي كافية ام انه في حاجة للمزيد من الاجراءات للضبط المشهد فيما يتعلق بالقمح؟ والصورة في تقديري تذكرك بفكر الازمة. ازاي نتعامل معاه؟ انت تفعلين ما يجب ان يتم في وقت أزمة لتفادي الأزمة. لكن الفكر الأفضل في تقديري احنا ما قلنا الرأس مالية خلاص لازم نحكم العالم، قلنا يعني ما عندناش صحيح. لكن قلنا ممكن نجتهد فيه. سيظل الحل الأفضل دائما هو وفرة الإنتاج.
سيظل الحل الافضل، لانه في قانون السوق ما هو واحده من الاثنين، يا اما الناس ما تشتريش عشان الاسعار ترخص، يا اما انا ازود الانتاج علشان يبقى المعروض اكثر من الطلب. ما فيش حد قال لنا حاجه ثالثه في نظريه السوق اكثر من كده. انا اتمنى ان احنا ننتخب يعني من الاداره التي يعني تفرض علينا ضروره ان نتخذ اجراءات معينه الى 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 نوعيه الفكر الذي يمكننا من ان تكون معدلات الانتاج في هذا الوطن بصفه عامه اعلى من الاستهلاك. انا اتمنى ان تصبح قضيه كل مصري هي قضيه الانتاج. يا استاذه، امبارح رحت التجمع الخامس زهلت لان فوجئت وفرصه اني اقول الكلام ده من منبرك المحترم ده، ان التجمعات السكانيه الجديده كلها بتقام غير مرتبطه باي مفهوم للانتاج. الله، ملايين الناس ده ايه هتعيش من ايه؟ بمعنى يعني ايه غير مرتبطه؟ يعني بمعنى ايه استاذ محمد غير مرتبطه بالانتاج؟ انا افهم اني اعمل 10,000 فدان واعمل فيه تجمع سكني. انا افهم اني اعمل مصنع واعمل فيه تجمع سكني. انا افهم يعني حضرتك قصدك ان التجمعات السكانيه الجديده دي مش مرتبطه بنشاط صناعي او بنشاط انتاجي بشكل عام. للاسف الشديد. انا عايز احذر من الحكايه دي، وعايز اترجى الحكومه، ويا ريت حتى يعني اترجى سياده الرئيس شخصيا، انه يا سياده الرئيس، انه يا حكومتنا الموقره، انه يا برلماننا، يا صحافتنا، خدوا بالكم من خطوره شديده جدا، يمكن ان ندفع ثمنا غاليا لها في المستقبل، اقامه ملايين الوحدات السكنيه اللي بيعيش فيها ملايين المواطنين ومحدش عنده فرصه عمل في نفس التجمع. ده في حاجه اغرب من كده. صحيح. اني الاقي ناس بتمشي 4 ساعات مواصلات في اليوم علشان يروح ينتقل من المناطق العماريه القديمه فيها للمكان العمل للمكان الجديد في مقابل اجر غير مجزي في الحقيقه، لان التخطيط من اساسه لا مش صحيح. صحيح. نقطه مهمه طبعا يجب الالتفات ليها زي ما حضرتك قلت. لجريده الاخبار طيب ننتقل، وفي نفس الاطار اللي بنتكلم عنه ارتفاع الاسعار وعدم يعني التوازن ما بين المعروض والطلب، اجراءات عاجله لتثبيت الاسعار ومنع الاحتكار في الاسواق. المصلحي دكتور علي المصلحي وزير التموين، اضافه 7 ملايين من المواليد للبطاقات اول يوليو. طب البداية أو الشق الأول، شايف إزاي الإجراءات العاجلة لتثبيت الأسعار ومنع الاحتكار؟ شوف حضرتك يعني كلمة العاجلة هنا في العنوان لازم بقف عندها شوية، إجراءات لمثلا كده، لكن إجراءات عاجلة. أنا مش عايز أحس إن أنا مزنوق باستمرار، مش عايز أحس بالحكاية دي، عايز أحس إني بفكر وأنا يعني ريلاكس يعني وأنا مسترخي بتاع. والخبر هنا المره دي كان عن الاجراءات العاجله لتثبيت الاسعار ومنع الاحتكار في الاسواق، واضافه 7 ملايين من المواليد للبطاقات. خلينا نشكر الحكومه في دي. طبعا اضافه مواليد عدد كبيره من المواليد للبطاقات. النيل للاخبار، انا فاكر انه من المنبر العظيم ده كنت اترجيت الحكومه انها يعني تاخد بدرجات من الفكر الاشتراكي مع في اطار المفهوم الراسمالي بتاعنا، ووقتها قلت ان احنا عندنا مجمعات استهلاكيه كتيره جدا، وقلت ان احنا ممكن نحيي هذه المجمعات الاستهلاكيه ونديها سلع ونديها احتياجات المواطنين، وما ده لا يتعارض مع الفكر الراسمالي ابدا. شكرا ان الحكومه استجابت كده، واعتقد ان هو جوهر الخبر ان هم توسعوا في تدعيم المجمعات الاستهلاكيه، هيعملوا اسواق لليوم الواحد، هيدعموا الاسواق اللي من النوع ده يعني. ما هنا الدولة دخلت مهم جدا، لانه للاسف الشديد وخلينا نتكلم بصراحة، النمط الرأسمالي في ال 20-30 سنة اللي فاتوا كان نمط مش حلو ابدا. احنا خدنا النموذج بيسموه في الكتب، بيسموه في كتب السياسة والاقتصاد، بيسموه نظرية الدولة الحارسة، يعني الدولة تنفض ايديها من كل حاجة وتقول لك انا شغلتي 3 حاجات بس، الدفاع احميك، والامن وانظم حياتك، والعداله، لما الناس يتخانقوا او يختلفوا افصل بينهم. ما كان نموذج صعب، كان نموذج صعب. صعب تطبيقه في مصر في الفتره الحاليه. ابتدينا نعدل شويه، ابتدينا يعني الدوله تبقى موجوده. الدوله تبقى موجوده، لان الراسماليه لا ينبغي ان تفهم على انها تعني خروج الدوله. او رفع يد الدوله عن كل هذه وان جاز ذلك في مجتمعات عمرها 200-300 سنه ولا 2000 سنه ولا 1000 سنه في الفكر الراسمالي، فلا يجوز انها تطبق على مجتمعات عمرها 20-30 سنه في الفكر الراسمالي. صحيح. اقصد انه
ان كل فهم جيد للفكر الرأسمالي لا يتعارض ابدا مع اني ابدع، مع اني اضيف، مع اني اخلي لي شخصيتي الرأسماليه. شخصيتي الرأسماليه دي نبع من ايه؟ اساسها حسب الذي يحرك كل الاشياء في كل فهم سياسي واقتصادي صحيح هو حياه الناس فوق الارض. اللي الناس عايشاها يا استاذ نرمين هو اللي بيقودني، هو اللي بيحدد اولوياتي، هو اللي بيرتب نمط فكري، هو اللي بيخليني اقول ده صح وده غلط. وهذا ما ارجوه من كل صاحب قرار في هذا الوطن سياسيا كان او اقتصاديا او اجتماعيا حتى. طبعا. طيب جريدة الأهرام وبها عنوان بنطلعه هيئة مستقلة لتنفيذ المثلث الذهبي، رئيس الوزراء يبحث تنفيذ المشروع باستثمارات 16.5 مليار دولار. المثلث الذهبي هذا المشروع أستاذ محمد كيف تنظر إليه؟ أنا ساعات بحس بكل الصدق والله العظيم وبحلف بالله العظيم إنه الرئيس السيسي بيعمل المستحيل عشان البلد دي. أنا حلفت بالله العظيم. لانه ما هو ايه اللي تقدر تعمل ايه؟ الواقع في الارض صعب جدا. صحيح. طيب عندي مشروع المحور بتاع قناه السويس، اديني بحاول اجيب له استثمارات من الصين ومن اليابان ومن الغرب ومن كل حته، وبحاول انشئ قاعده ومنطلق في الصناعات البحريه والسفن والالكترونيات، ويا رب ربنا ينجحنا وياخد بلدنا فيه. طيب الصعيد بقاله، شوف الصعيد بقى بقاله قرون. قرون طبعا. طيب. كويس قاعدين، جيت عملت لي المثلث الذهبي وبتختاروا مدينه قلعه حتى بتبقى العاصمه بتاعته، وادي احنا بنشتغل باستثمارات 16.5 مليار، وده رقم مش سهل. طيب في نفس الوقت ادي احنا بنحاول نفتح يعني جبهات، احنا بنقاتل في حكايه السياحه. طيب في نفس الوقت بنحاول نعدل من مفاهيمنا اللي تتعلق يعني باشراك المجتمع في عايز اقول في العمليه الانتاجيه، عايز اقول كمان في العمليه الاداريه، عايز اقول كمان في ينبغي ان يكون حرصنا على اشراك المجتمع في كل شيء صاحب اولويه في الظروف التي نمر بها الان. اشراك المجتمع ياتي برضو من مصارحه المجتمع ومكشفته بكل الامور والتفاصيل في كافه دور الاعلام الواعي. اكيد اكيد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد المصري الكاتب الصحفي بجريده الاهرام، شكرا على هذه القراءه التحليليه في عناوينه ونشطات صحف الكاميرا. والله العظيم انا بشكركم جدا.